ما هو حكم المعايدة قبل صلاة العيد؟ ورد عن جمهور أهل العلم أنه يجوز أن يعايد المسلمون بعضهم قبل صلاة العيد ولا حرج في ذلك، حيث أنه لم يرد في الكتاب والسنة ما يمنع من التهنئة بالعيد قبل الصلاة وبعدها، فالتهنئة بالعيد من العادات والأعراف السائدة بين الناس، وقد ورد أن التهنئة بالعيد كان في زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وأن التهنئة بالعيد أمور اعتيادية عند الناس ولا ضوابط شرعية تحكمها، والله تعالى أعلم. تحدث الشيخ الجليل ابن العثيمين رحمه الله تعالى عن التهنئة بالعيد قبل صلاة العيد، وقال بأنه لا حرج بالتهنئة بالعيد سواء قبل الصلاة أو بعدها، وسندرج فتواه في هذا الأمر فيما يأتي. إن التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة لبعضهم، وعلى فرض أنها لم تقع فهي من الأمور التي اعتادها الناس، واعتادوا تهنئة بعضهم البعض بقدوم العيد وبلوغه. وبحسب العلامة الشيخ صالح الفوزان، فالتهنئة مباحة في يوم العيد أو بعد يوم العيد، وأما التهنئة قبل يوم العيد فلم تحصل من الصحابة ولا السلف الصالح، فكيف يمكن التهنئة بشيء لم يحصل بعد؟